جميل يا شنو اللي مختلف حبيبي؟ شو الطبق هذا؟ هذه مغشات سلمون مغشات من ربيع الفلاح. ربيع الفلاح. نعم. هلا ومرحبا، حيا الله ابو حزام. اليوم عندنا مرسى، وعندنا سلمون من ربيع الفلاح، وعندنا مغشات، وعندنا رز بشاور. ولكن بنبدا بنسوي العجين اللي حق المرسى، طبعا من غله. المكونات حاطين أربعة تقريبا اكواب او أربعة صحون نفس المقاس، بيكون أربعة دقيق واثنين مويه، نصها مويه، وملعقه صغيره خميره، وتقريبا فنجان قهوه اللي هو زيت زيتون. ونعجن، نقول بسم الله. نبدا بعدين ان شاء الله. زبادي، حطينا زبادي، علبه زبادي. معلمهم طريقه العجين. وما شاء الله تبارك الله، هذه عجينتنا جاهزه ما شاء الله. شوف هذا القوام اللي ما شاء الله تبارك الله. طبعا بدنا الحين، هذه جاهزه الحين، رجعها بنكتمها، بنخليها نص ساعه 40 دقيقه، لان حاطين خميره. بعدين بنضبط المرسى. ما شاء الله، هذه ستيكاتنا. اسمع الصوت، بس اسمع الصوت. الله تبارك الله، الله تبارك الله. هذه بس قفايف قبل الشغل الثقيل ان شاء الله. الله حبيبي يا شيخ، شوف اسمك نجمك. ما نطول عليه، بس ثلاث اربع دقائق كل جهه بس. دول ما شاء الله ما شاء الله، هذا الستيك جاهز ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دقيقة، شوف 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 شوف. نبدا الان في المغشات، نبدا الان في المغشات ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بنبدا الان في البشاور. زيت زيتون، بهارات صحيحه، هيل القرفه او المسمار، القرفه، ورق الغار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طريقتنا نضيف المويه، نخليها تطبخ اول شيء، تطبخ تاخذ نكهه البهارات الصحيحه، بعدين نضيف الرز. هذا رزنا بعد ما نقعناه تقريبا 40 دقيقة، نص ساعة على حسب. بعد ما اشوف الموية الحين صارت جاهزة، نقول بسم الله. عادي الموية تكون زايدة، احنا بنرفع عليه، نخليه لين الموية، بس الموية تنشف شوي، الزايد نطلعه برا. وهذا خبزتنا للمرسى، بعدين نقطعها نحط الرامه، نضغط عليها الموز، وعاد نرفع حركات، هذه عاد عند بعض. بس انا قاعد اجهز لها الخبز الحين. بعد ما تشوح البصل زي كذا، نوزع الطماط، نضيف برضه الفلفل. الله، خليه بس ياخذ شوي بس لون، وبنحط السلمون، نضيف عليه عاشتين بس، فلفل اسود وملح بس. الحين نسحب المويه الزايده اللي ما نحتاجها، خلاص هذه المويه الزايده نشيلها برضه، ويكمل استواء على البخار. نضيف الفلفل والمكسرات بعد شوي ان شاء الله. نضيف المكسرات، الله، ونضيف الفلفل. نختم الان 25 دقيقه على نار هاديه مره، عين حمامه ما شاء الله. نكتمه بالقسطين زي ما قلنا، 20 25 دقيقة ما شاء الله تبارك الله. الحين بنحط السلمون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بنضيف عليها فلفل أسود وملح،
ممكن تحط طماطم بس تزيين بس عشان نكتم القصير شوي. دقيقة معليش، أهم شيء حبيبي أبو نايف. نعم بس لازم بنا. إيه والله أبو نايف صراحة مدري كيف يقدون كذا. ما شاء الله لوحة النية. نغطيه قصير شوي، خلي طبعا ما ياخذ وقت 15 دقيقة 10 دقائق جاي. شوي شوي زيت شوي بس. ناخذ الان الخبز قطعناه زي كذا بعد ما خبزناه، كل واحد يجيب كيفه، عنده فرامه عنده اضربه بالخلاط هذه. شوف كيف بس نعطيها شوي بس بس كذا تمام. شوف شوف كيف ما شاء الله نسويه كله نفس الطريقه كذا. نكمل لكم بعدين بعد ما خلصنا فرمنا. شوف كيف طلع. نحط الموز السلام ما شاء الله. شوف كيف طلع. طبعا هذا الدقيق غلة مكون من خمس أنواع. من الحبوب. من الحبوب اللي هو البر المعية والشعير البلدي والدخن الجيزاني وأنواع الذرة الجيزانية المنتقاة بعناية بالقشرة كاملة. هذا الحين جاهز. شوف ما شاء الله ما شاء الله. والحين العسل. هذا نوادر العسل. شوف شوف ما شاء الله. شوف ابو احمد صحيح ان العسل الشوكة لها افضل. اي نعم الشوكة. شوف كيف نسيت والله مسرف. هلا يا رجال الحين ناكل هنا عادي ما في مشكلة. والله شكلنا ناكله قبل ما نطلع عشان جاهز. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شوف 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 لا اله الا الله ما شاء الله. تبغى شوف 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 اصبر اصبر اصبر. شوف كيف شوف كيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. يلا ابو احمد على هذا وهذا الحين. ايوه يا سلام. ثاني ثاني بقى. شوف هنا التجميل. شوف التجميل يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافيه يا جميل. الله يعافيك. شوف اللي محترف حبيبي. شوف الطبق هذا. هذه مغشات سلمون. مغشات من ربيع الفلا. ربيع الفلا. نعم رز مشاوي صراحه. لا وذي ايش اسمها مرسى. وسوينا كل شيء صراحه. ادخل في جوجل ماب اكتب ربيع الفلا واطلب يدفع البلا اطباق واصله الى عندك سواء من البحريات ولا من اللحم. الحاجه الزينه المميزه واصله الى باب بيتك. هذا السلمون من عندهم وعلينا بالعافيه.